أستاذ أوزجان، دعنا نتحدث قليلا عن المرشح الآخر، عن كمال كليتشدار أوغلو. لمسنا خلال الأيام الفارطة، خلال الأيام الأخيرة، مؤشرات تصدع في صفوف تحالف الأمة. هل يدفع كليتشدار أوغلو ربما ثمن التباين الذي ظهر في الطاولة السداسية منذ ظهورها للنور؟ يعني هناك من ايديولوجيات مختلفة، هذه غير متفاهمين. هم يعني بالتأكيد عملية إدارة هذه المجامعات المختلفة صعبة جدا في الفترة الأخيرة. أوميت أوزدا رئيس حزب الانتصار علي باباجان أو أحمد داود أوغلو يعني يمثلون أجنحة مختلفة، وهذا العملي واضح. يعني هم مختلفين سياساتهم بالنسبة للاجئين، بالنسبة للأكراد، سياساته مختلفة وفهمه مختلف. بالنسبة لأحمد داود على سبيل المثال يطلق عليه ساروك أحمد القائد من اللغة الكردية. هل يعني أميد أوزدق تحالف الأمة يحمل بذور فنائه يعني داخله؟ الإضافات الجديدة جعلها العملية أصعب. أميد أوزدق وإدارته ليست سهلة. سابقا كانت المجاميع أقل، وبالتالي فإن يعني كان هناك نوع من التفاهم بين هذه المجاميع. مثل ما ذكرت أميد أوزدق يعني انضمامات جديدة، هذه جعلت إدارة العملية أصعب بالنسبة لكليتشدار أوغلو. هذا بالتأكيد سوف ينعكس على الناخب، مثلا على سبيل المثال الأكراد والذين يدعمون هدفه، هؤلاء يعني هذا سوف يؤثر على المشاركة الكردية أو سوف يقلله، وبالتالي فإن الحزب الجمهوري سوف يكون مشاركته أقل. ممكن تصور مثل هكذا معادلة. وصلت الفكرة.